انا عايزه ابتدي بس فكره. انا النهارده واخده قرار كده وانا جايه في العربيه، وقلت ان انا هتكلم مش عن الراجل التوكسيك بس، يمكن اللي جسد الشخصيه بليغه بقولها انا كويس، بس ده ادانا مؤشر انه في الانسان توكسيك، كان راجل بقى كان ست كان زومبي، مش دي مشكلتنا، بس هو شكله عامل ازاي، يعني نعرفه ازاي عشان ما نتلطش. بس بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ممكن ابتدي بحاجه ما قلتهاش قبل كده، هو مين الراجل السوي؟ وبعدين اقول لكم التوكسيك، او لما نقول السوي فهنعرف توكسيك مين. بني ادم السوي ده هو اللي متصالح مع نفسه، بينفع نفسه، جسمه مستقر وهادي ولطيف، وبينفع اللي حواليه وما بيأذيهمش. اوكي، فالبني ادم السام توكسيك، يعني سام هو شكل من اشكال السايكوباتيه، السايكوباتيه عشان حضرتك سالتي. صدقني كنت حاسه، يعني بيأذي نفسه، سام سموم، واحد شارب سم فبيأذي نفسه. وبالتبعية التوكسيك ده لأنه بني آدم، والبني آدمين كائنات ديناميكية اجتماعية بنتعامل مع بعض، فبيطلق ويرمي السموم اللي جواه دي على غيره. اتفقنا؟ فالطبيعي جدا أنه بالاحتكاك مع أي بني آدم توكسيك أنا بحس وحش وبتأذي. كويس؟ البني آدم التوكسيك بعض الأحيان بيستمد إحساسه بالوجود من غيره، يعني لازم لو اتطلق لوحده في الدنيا كده يفضل يناكف ويدور على حد تاني علشان عايز بنزين. البنزين بتاعه ايه؟ انه يشفط طاقة بني ادم تاني. اوكي، البني ادم التوكسيك نوع من اتنين، يا اما كله مؤذي مش كده، انما في واحد توكسيك وطيب، هو طيب مش واخد باله. فنقول مثلا البني ادم ده اكتئابي، فهو سام مش سايكوباتي، هو اكتئابي، فكل لما بيقعد في حته بيطلق على الاخرين من اللي عنده، اللي هو الام واحزان وتذكر ما هو سيء وتوقع ما هو مخيف ومقلق ومؤلم. سوداوي وشكاك. احسنتي. ويستعيد الماضي بقى والذكريات المؤلمه. ما يفتكرش من الماضي، ما كلنا احنا بنحب نستعيد ساعات الماضي. الذكريات المؤلمه. فاكره يا منى لما كنا بنعمل الحاجه اللطيفه دي؟ يا سلام على الثمانينات والتسعينات. يا سلام. نفتكر حاجات حلوه. انما في ناس الاكتئابيين غالبا ما يتذكرون ما هو سيء ومؤلم. فاكر الحادثه اللي عملها سيدنا فلان صاحبنا اللي اتحرق؟ طب ليه؟ طيب ما في حاجات حلوه برضو بنفتكر ده ليه؟ طيب الشكل الثاني من الناس السامه هو المؤذي مباشره، هو عايز يأذي، يعني لنفسه ولا للاخرين؟ للاخر. هو كده كده التوكسيك ده تلاقيهم بي 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 بيتحزن عليه كتير فبيتأذي. والناس بتحزن فبيتأذي. هو بيأذي سام، يعني بيأذي نفسه، مش متصالح مع نفسه، على طول في ستريس، على طول في كونفليكت، ويبقى مبسوط ساعات، هو فاكر ان ده من الصحة، يعني انه لازم عينه على غيره، وده عمل كذا، ممكن زي ما حضرتك قلت يحسد ولو قرب من بني آدم. يعني احنا حاجة عملتها مرة في برنامج زمان ولقت استحسان يعني من بعض الناس، والبعض التاني قاعد يشتم فيا، اللي هي ايه؟ بصيت للكاميرا كده قلت لهم يا جماعة لو حد في حضراتكم دلوقتي المشاهدين الكرام بينتقد حاجة من اللي بتحصل انتقاد لمزاجه، ايه القرف اللي بيتقال ده؟ ما قلبش على طول، ده ممكن قد تكون حضرتك بتواجه مشكلة ما مع نفسك. يعني اللي بصص لنا دلوقتي وبيقول لبسهم كده ليه، كلامهم كده ليه، بيقاطعوا كتير ليه، الموضة اللي طالعة عليكم السمعة عليكم بتقاطعوا الناس. اشاعات دي طبيعة الستات يا دكتور. لا مش اشاعة، دي طبيعة الستات كده، هي كده. خدتي بال حضرتك؟ اللي بيقول كده دلوقتي في سره ده ممكن قد يكون توكسيك. اللي بيسمع وعايز يطلع من ما بين ان شاء الله كل 100 كلمه بكلمه نافعه، ده انسان متصالح مع نفسه. صحيح. كويس. تاخدني بقى الكلمه دي، لاني اقول الانسان الصحيح الصحي السوي المتناغم السوي، احسنتي، هو عايش منتبه لكيفيه تحسين حياته، مش المراقبه حياه الاخرين. الله يكرمك. طيب. الله يكرمك.